أدعو جميع من يسمعني، أدعو أمة محمد أجمعين، أدعو ذوي القلوب الرحيمة إلى التبرع لبناء هذا المسجد، لإعادة بنائه من جديد بعد أن تخرب وتهدم وأصبح لا يصلح للصلاة. من هذا المكان أطلب منكم الصدقة، فقد قال الله لحبيبه المصطفى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. النفس تجزع أن تكون فقيرة والفقر خير لها من غنى يطغيها، وغنى النفوس هو الكفاف، فإن أبت فجميع ما في الأرض لا يكفيها. قال صلى الله عليه وسلم: لو كان لابن آدم واديان من ذهب لتمنى أن يكون لهما ثالث، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. اسمع يا من معك المال، يا من تستطيع أن تساهم في بناء المسجد، يا من تسمعني، ماذا قال الله عز وجل في الحديث القدسي؟ قال: المال مالي والأغنياء وكلائي والفقراء عيالي، فإن بخل وكلائي بمالي على عيالي أذقتهم وبالي ولا أبالي. مش لاقيين مكان نصلي فيه، فاحنا عاوزين الجامع يتبني ونصلي فيه. انا عايز الجامع يتبني عشان نحفظ في القران ونقوم الصلاه ونصلي فيه في رمضان ونصلي صلاه العيد. عايزين الجامع يتبني عشان نصلي فيه، نصلي جماعه مع بعضنا، وعايزين نقرا فيه قران. بنيجي نصلي العيد مش بنلاقي مكان نصلي فيه، ولا في رمضان ولا في اي صلاه خالص. احنا بندعي كل اخواتنا في الخير ان هم يتبرعوا لبناء المسجد، لان زي ما احنا شايفين من الصور اللي تظهر في الفيديو ان المسجد بقاله 10 سنين مشرك ومقفول، والقريه ما فيهاش الا المسجد ده بس، يعني كل اللي هنا زوايا صغيره. بنيجي نصلي جنازه، بنيجي نصلي الجمعه، نصلي صلاه التراويح، اي صلاه كبيره ما بنلاقيش مكان نصلي فيه، وبالفعل الناس بتصلي في الشارع. زائد ان الاطفال دي ما فيش مكان ان هم يحفظوا فيه قران. اهلا بحضراتكم مره اخرى في دنيا ودين. شفنا مع بعض التقرير: مسجد التوحيد في قريه سته ابو الهول، قريه سته ابو الهول، مركز صنع الحجر، محافظه الشرقيه. اكيد مسجد محتاج كتير، وشفنا الاطفال اللي شكلهم جميل بيقولوا ايه وعايزين ايه. لكن قبل ما نعلق على التقرير اسمحوا لي ارحب بضيفي الغالي والجليل الشيخ عيد اسماعيل من علماء الازهر الشريف. اهلا بك مولانا. اهلا وسهلا ومرحبا، بارك الله فيكم استاذنا الكريم. ربنا يسعدك ومنورنا في دنيا ودين. الله يبارك في عمرك واسعدك الله دنيا ودين. ربنا يسعدك. شفنا مع بعض التقرير وشفنا الاطفال في سن لسه يعني صغير السن، وقد ايه ان هم بيتمنوا ان هم عايزين يصلوا رمضان ويصلوا العيد في مكان يكون ملائم ومناسب، لان احنا شفنا بالفعل ان المسجد مغلق هندسيا، مسجد التوحيد. تفضل يا مولانا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على إمام الأنبياء وخاتم المرسلين سيدنا وحبيب ربنا محمد النبي الأمي العربي الهاشمي القرشي الأمين، اللهم صل عليه ما اتصلت عين بنظر وما وعت أذن بخبر، وسلم تسليما كثيرا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يستخدمنا وإياكم فيما يرضيه عنا يا رب، وفيما نبلغ به جنات الفردوس الأعلى بصحبة سيد الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم. اللهم آمين. هذه في الحقيقة دعوة إلى المشاركة في عقد مع الله تبارك وتعالى. الله سبحانه وتعالى هو صاحب هذه البيعة. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. هذه المشاهد التي رأيناها في مسجد وفي بيت من بيوت الله، لو كان هذا بيت واحد منا لسارع فورا إلى هدمه وبنائه على الوجه الأمثل. لماذا؟ لأنه يستقبل فيه أحبابه، ولأنه يقيم فيه، ولأنه يتعايش فيه. فما بالنا إذا كان هذا بيت رب العالمين سبحانه وتعالى الذي قال في القرآن الكريم: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وربنا سبحانه وتعالى يعني حذرنا من أن نميل إلى الدنيا كل الميل ولا نفكر في الآخرة.
الله سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم في خواتيم سورة المنافقون بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين يا الله ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون الله المؤمن كيس فطن يرى بيتا من بيوت الله يحتاج إلى المساهمة وإلى البناء وإلى التشييد وإلى التجديد الذكي من يقدم الآن لنفسه في آخرته صحيح ولعلنا سمعنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام وهو يحدث أصحابه يوما يقول لأصحابه سؤال بطريقة أو باستراتيجية العصف الذهني يقول لهم صلى الله عليه وسلم أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله فقالوا كلنا مالنا أحب إلينا من مال وارثنا يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم فما أنفقت لله فهو مالك وما تركت فهو مال ورثتك سبحان الله اللي هتنفقه الآن صحيح ده مالك هذا مالك لأنك ادخرته عند من؟ عند الله عند الله سبحانه وتعالى صحيح. وما تقدموا لأنفسكم تجدوه. من شيء إن تجدوه عند الله الذي قدمته لله تبارك وتعالى تجده عند الله وإن الله سبحانه وتعالى لا يرد الحسنة بعشر أمثالها فيش بيع أحسن من كده طبعا ولذلك شوف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بئر روما ينادي على الصحابة الكرام من يشتري بئر رومة ويكون له جزاء ذلك الجنة قام سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه وذهب إلى اليهودي الذي كان يملكه وماذا فعل عرض عليه تبيعه لي قال لا قال يعني طب يعني أشركني فيه قال نعم لك النصف ولي النصف لك يوم ولا يوم تبيع في يومك وأنا أبيع في يومي ووهب يومه لله تبارك وتعالى صدقة لفقراء المسلمين وعلى المسلمين جميعا إلى الآن وإلى الآن سبحان الله هذا البئر سيدنا عثمان نعم خيره نعم وهناك وقف نخيل حتى الآن باسم سيدنا عثمان بن عثمان رضي الله عنه نعم وقف في المملكة العربية السعودية في المدينة المنورة أحسنت فأما من أعطى واتقى صحيح وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى المهدي من وفقه الله إلى أن ينفق في الخير التيسير والتعسير الله. ربنا بيضرب المثل شيء جميل قوي إن لو عايز يبقى فيه تيسير في كل شيء في حياتك أو الحياة تبقى صعبة أو يكون فيها عسر مثال رائع مثال الصدقة صحيح ذلك سيدنا النبي يقول لك الصدقة برهان على ماذا الصدقة برهان برهان على صدق إيمانك بالله الصدقة جاء مأخوذة من كلمة إيه صداقة مش كده مأخوذة من كلمة صدقة لأنك صدقت مع الله تبارك وتعالى وسيدنا النبي كان دائما يقول من صدق الله صدقه الله صحيح. ها الإنسان حينما يرى ذلك ويسارع ويسارع لا أقول يفكر الله يسارع. قال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم صحيح. هنا المسارعة واجبة أن نسارع في بناء هذا البيت حسبة لله تبارك وتعالى ونتذكر حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من بنى لله بيتا ولو كمفحص قطاه
يعني ايه كمن فاسق طاعة؟ قالوا بيت العصفور الصغير، هو العش الصغير. تخيل في بالك اذا كان بيتي من هذا وساهمت باي شيء في هذا المكان، هذا البيت يكون شاهدا لك عند الله تبارك وتعالى يوم القيامة. قال بنى الله له بيتا في الجنة. في الجنة البيعة الذي وعد بها هو من؟ هو الله. والله لا يخلف الله. الله شوف العروض لما بنلاقيها بس موجودة، اي كومباونس موجودة اقول لك الحق بسرعة، ده في عروض مستحيل تتوقعها. فتخيل النهاردة يكون ليك مسجد او قصر او بيت في الجنة. الله يا رب، ربنا يوعدنا جميعا يا رب. اي حد عايز يتواصل مع مؤسسة عمر ابن عبد العزيز اكيد من خلال الارقام اللي بتظهر مع حضراتكم. ونقول ان مسجد التوحيد مساحته 750 متر، فاكيد الموضوع هيكون صعب نوعا ما على اهل القرية، قرية ستة ابو الهول مركز صنع الحجر محافظة الشرقية، ان هم يقوموا ببناء 750 متر. وانتوا عارفين تكلفة المسجد محتاجة ايه، ومحتاجة سجاد وبعد كده ومحتاجة حاجات كتير جدا لانه بيت الله. فاكيد بحضراتكم ان شاء الله يكتمل بناء المسجد اللي هو مسجد التوحيد. وقريب زي ما شفنا في التقرير ان الاطفال اللي شكلهم حلو، وانا سبحان الله كده في بعض الناس لما تشوفهم بيفتحوا النفس، وهم الاطفال دول كده نتمنى ان هم زي ما قالوا في رمضان او العيد ان شاء الله اللي جاي يكون لهم نصيب ان هم يصلوا في مسجد يكون لائق بالفعل، لانه هو الان مغلق هندسيا. ربنا يسعدك. بيقولوا لي في الكنترول والله هم مركزين جدا مع الايات الجميله والروعه وكلام المولى تبارك وتعالى بصوتك وبطريقه شرحك يا شيخنا الفاضل. الله يحفظك يا سيدي، ربنا يعزكم ويسعدكم ولكم مثل ثواب كل من ساهم ان شاء الله يا رب، لان الداعي الى هدى له مثل ثواب فاعل. ده شيء مهم جدا بقى. عايزين يعني في بعض الناس بالكلمه الطيبه، في بعض الناس يعني باسلوب معين، في بعض الناس ممكن يكلم تاجر حديد او اسمنت تقول له والله ده في مسجد ممكن ما يكونش له علاقه بالمسجد نهائي، قولوا ده في كذا محتاج كذا. نعم هذا يعني من التوفيق من الله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى أكرم من سئل وأجود من أعطى. يقول صحيح. في القرآن الكريم هو أصدق من قال في سورة البقرة: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الله. الإنسان إذا دل على خير أعطي مثل هذا الخير الذي فعله هذا الإنسان الذي لم يكن يعلم طريق المسجد، ولكن قال والله زي ما حضرتك تفضلت يا جماعة في مسجد بيبنى متهالك يكاد يقع على رأس المصلين فيه، وإن كان الآن كما نراه حضرتك مهجور طبعا، هذا بيت طبعًا الله يهجر يعني طبعًا. نحن في أمس الحاجة، والله من هنا يأتي النصر ومن هنا تأتي البركة طبعًا. أول ما فعله صلى الله عليه وسلم في المدينة ماذا؟ أنه بنى المسجد صحيح. بداية رقم واحد، ثم بعد ذلك آخى بين المهاجرين والأنصار والوثيقة التي طبعًا حفظت الحقوق. إذن نحن محتاجون إلى أن تنطلق من هذه البقعة المباركة أنوار الدعاء وأنوار الصلاة. تخيل كل إنسان هيصلي في المسجد ده لك مثل أجري، كل إنسان يعبد الله فيه إلى يوم القيامة يكون لك مثل أجر هذا. صدقة جارية بإذن الله. ذلك أحد الصالحين والدعاة ذهب إلى أرض مباركة، ولما دخل إلى هذه الأرض جاء طلاب العلم ليتعلموا على يده، فقالوا، وهذه قصة حقيقية تمام، قالوا يا إمام إن لنا مسجدا بدون سقف، في الشتاء المطر يعني يتساقط على رؤوسنا، وفي الحر وفي الصيف الشمس تهلكنا، فهلا دعوت الناس حتى يتصدقوا ويبنوا هذا المسجد يعني يساهموا فيه؟ فوقف في الخطبة وهو يخطب وقال أيها الناس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام: من بنى لله بيتا ولو كمفحص قطاه بنى الله له بيتا في الجنة. فقام واحد من القاعدين قال له يا إمام، قال نعم، قال أبني هذا البيت وتضمن لي عند الله الجنة؟ يا الله. السؤال صاعق مباشر مفاجأة، تضمن لي الجنة عند ربنا؟ تمام. ففكر ثم قال نعم، هذا قول رسول الله عليه الصلاة والسلام، أنا عندي ثقة في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي قال إذا صدق رسول الله، لأن رسول الله ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فقال نعم، فقال اكتب هذا العقد. العقد إيه؟
انا قلت لك، قالوا لا اكتبه لي، اكتب لي كده، وثق هذا العقد وامض عليه كقائل لهذا الحديث وناقل عن رسول الله، ووقع كل الشهود وكل الحاضرين شهود على هذا العقد. ايوه بالفعل خاف الرجل، قال فخفت خوفا شديدا، ولكن حتى لا يعني يكون هناك ريبة في قلب الرجل. صحيح. وقعت على العقد والناس اللي قاعدة مضت، انه مؤمن شهود بكلام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. فلما ذهب الى البيت دعا الله، قال يا رب آمنت بما قال رسولك صلى الله عليه وسلم وصدقت ذلك، اللهم فإني أريد رؤيا تدلني على الأمر. الأمر ده صحيح فعلا، فرأى رؤيا في المنام أن يا فلان إن الله قد أمضى العقد الذي وقعت، الله وإن الله قد غفر لصاحب بناء البيت. الله لا إله إلا الله، هذه رحمة من الله. والرؤيا جزء من 99 جزءا من الايه من النبوة. لماذا؟ صحيح. حتى يطمئن قلب الإنسان المؤمن. يا سبحان الله، حتى يمكن بعض المشاهد يمكن على الشاشة، رغم ان المسجد متهالك، اهو مكتوب قدامنا الهادي. نعم. مكتوب الهادي، مكتوب البديع، اسماء الله الحسنى، أسماء الله الحسنى كانت موجودة. نعم. على الحائط يعني. نعم. فبإذن الله يعني المكان يكون مناسب وملائم لأسماء الله الحسنى ولضيوف الرحمن بإذن الله تعالى. يعني كلامك رائع يا شيخنا والله، وكلام يمس القلب بالفعل. يعني نقول دائما اللي عايز يتواصل مع المسجد يتواصل من خلال مؤسسة عمر ابن عبد العزيز، من خلال الأرقام اللي متواجدة مع حضراتهم. طيب حد عايز يروح مباشرة ويشوف بعينيه، شوف صوت وصورة، يروح مباشرة لمسجد التوحيد. العنوان موجود اهو، قرية 6 أبو الهول، مركز صان الحجر، بمحافظة الشرقية. أي حد عايز يروح بنفسه ويشوف الواقع اللي بيحصل ويتبرع بنفسه، سواء يتبرع بحديد أو بأسمنت أو بأي شيء حسب قدرته، يا أهلا بيه. أو اللي عايز يتواصل مباشرة من خلال الأرقام اللي متواجدة على الشاشة مع مؤسسة عمر بن عبد العزيز، يا أهلا بيه أيضا مرة أخرى. ويدل الناس على ذلك، يبقى خير وبركة، يقول للأصحاب ويقول للأهل بيته ويقول لأقاربه وزملائه في العمل في مسجد محتاج كذا كذا. وهذه يعني ونعمة الصدقة. صحيح. أن تبنى بيوت الله سبحانه وتعالى، يعني إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. شهادة من صحيح. الله سبحانه وتعالى لكل من ساهم في عمارة المساجد بأنه يعني صدق إيمانه مع الله سبحانه من وتعالى، من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة. الله يفتح عليك يا سيدنا. نعم نعم، فربنا يا رب يكرمنا جميعا. يعني يا رب قد إيه الفرحة لما الإنسان بيكون مساهم في شيء ولو بقليل. نعم. وتيجي بعد فترة كده وتلاقي صرح عظيم قدامك، الله أكبر. بيت من بيوت الله موجود بشكل أنت مبسوط جدا. أعتقد الثمرة هنا أو شعورك داخليا إنك ساهمت والله، ولو بجزء بسيط جدا، ولو بكلمة صحيحة. الكلمة الطيبة صدقة في حد ذاتها. قد إيه شعورك بتكون سعيد جدا إن ربنا يعني جعلك فرد واستخدمك في المشاركة اللي موجودة في حاجة زي خيرية. طبعا كنتم خير أمة أخرجت للناس. لماذا؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. طبعا. وتؤمنون بالله. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا لا تحقرن من المعروف شيئا. ونعلم انه شق تمره اتقوا النار ولو بشق تمره، بشق تمره اقل القليل. ما تقولش انا معيش كتير عشان اتصدق، يا اخي باقل القليل تصدق وساهم. واعلم ان الله قال في القرآن الكريم يمحق الله الربا ويربي الصدقات. يعني ايه ويربي الصدقات؟ أيوة. يعني يربيها لكم يا الله. حتى يجد الانسان التمره تصدق بها مثل الجبل يوم القيامه. الله اكبر. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم يقول ان المتصدق يسير في ظل صدقته يوم القيامه. وشوف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لنا كمان سبعه يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله، ورجل تصدق بصدقه فاخفاها. ايه بقى؟ حتى لا تعلم شماله ما انفقت يمينه. اذا هذا يدل على ايه؟ على انه مخلص لله تبارك وتعالى، لا يريد رياء ولا يريد سمعة ولا يريد قيل ولا قال، وإنما يريد وجه الله سبحانه وتعالى. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إنا نخاف من ربنا يوما، اللي خايف من يوم القيامة يا جماعة هنا الأمان. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا جزاؤهم فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا يا الله. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. ليه ولقاهم نضرة وسرورا؟ أيوة. من فرج
عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. يا رب يا رب ربنا يوعدنا جميعا يا رب. تقريبا محافظة الشريعة لها نصيب معنا في برنامج دنيا ودين من مسجد التوحيد بقرية ستة أبو الهول مركز صان الحجر محافظة الشريعة. هنروح لمسجد آخر ومسجد الفاروق عمر بن الخطاب بقرية زنانيري بمركز أولاد صقر أيضا بمحافظة الشريعة. هنشوف المسجد محتاج إيه لأنه بالفعل هو مغلق هندسيا، ونكمل معكم بإذن الله في دنيا ودين. أخي الكريم، جئنا اليوم من جمعية عمر بن عبد العزيز الخيرية لإحلال وتجديد المساجد إلى هذا المسجد لإحلاله وإعادة تجديده، فما أجمل أن تساهم معنا في رفع بيت من بيوت الله، ما أجمل أن تكون صدقتك شاهدة لك في الدنيا والآخرة. فقد قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله من الدنيا إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم نافع، أو ولد صالح يدعو له بعد موته. وما أجمل أن تلقى الله يوم القيامة فيسألك عن مالك، من أين اكتسبته وفيما أنفقته، فتقول: يا رب اكتسبته من حلال، وأنفقته في وجوه الخير والحلال، أنفقته في أحب البقاع إليك، أنفقته في بناء المساجد، أنفقته في عمل ترضى عنه وترضاه يا رب العالمين. احنا من هنا من قرية زنانيري مركز أولاد صقر محافظة الشرقية، ان شاء الله يقيم حدانا بناء مسجد الفاروق عمر بن الخطاب المقيم ببندر أولاد صقر، ومساحة المسجد بأمر الله على مساحة 160، وفي أرض توسعة متبرعين أهل الخير لهم على مساحة 600 متر، وان شاء الله بنناشد أهل الخير وأهل الكرامة بإن يساعدونا بأمر الله، ونشكر كل من ساهم وساعد في بناء هذا المسجد وجزاه الله كل خير. المسجد مقام الفترة زمنية طويلة، وأهل الخير اللي أقاموا هذا المسجد تبرعوا بمساحة 500 متر، بالإضافة إلى مساحة المسجد الأولى على أساس يقام عليها مسجد يخدم أهل القرية وأهل الطريق وكل من يمر في هذا المكان. متبرعين بمساحة 500 متر زائد مساحة المسجد، توسع للمسجد، وبنرجو من أهل الخير إنه يساعدونا. الجامع مبني من زمن طويل وقايل السقوط، وبنرجو من أهل الخير إنه يساعدونا. مكملين معكم بإذن الله في دنيا ودين. شفنا مع بعض تقرير عن مسجد الفاروق عمر ابن الخطاب في قرية زنانيري مركز أولاد صقر بمحافظة الشرقية، وشفنا أهالينا في قرية زنانيري كل واحد فيهم بيتكلم بالعفوية وبيتكلم من قلبه قد ايه المسجد محتاج بالفعل تكاتف الجميع. اسمحوا لي مرة أخرى أرحب بضيف الغالي والجليل الشيخ عيد إسماعيل من علماء الأزهر الشريفية. أهلا بك مولانا. أهلا وسهلا سيدي وحبيبي، ربنا يخليك يا رب. شفنا مع بعض تقرير عن مسجد الفاروق عمر بن الخطاب بقرية زنانيري مركز أولاد صقر بمحافظة الشرقية، وقد ايه الناس بالفعل محتاجين، لأن هو بالفعل المسجد مغلق هندسيا، والمسجد على مساحة تحتاج بالفعل تكاتف وتضافر الجميع. الحقيقة هذه المشاهد تذكرني بقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد. هؤلاء الكرام أهلنا في الشرقية يناشدون أهل الخير، ينشدون أهل البر وأهل المعروف، وينشدون فيهم ثقتهم بالله سبحانه وتعالى ويقينهم في الله. لو نعود بالذاكرة إلى موقف سيدنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه وارضاه، تخيل حضرتك سيدنا عبد الرحمن بن عوف شطر ماله في سبيل الله 4 مرات، ولما مات شطر ماله، أي تصدق بنصف ماله في حياته 4 مرات. تعرف البداية كانت فين؟ آخى بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين سيدنا سعد بن ربيع عليه السلام، وسيدنا سعد بن ربيع قال له: خذ نصف مالي
ونصف تجارتي وأطلق لك زوجة من زوجتي فتتزوجها. وسيدنا عبد الرحمن معروف قال له بارك الله فيك وجزاك الله خيرا وبارك في أهلك ومالك دلني على السوق. جميل. وراح السوق وباع القطع من الجبن. لما قيل له في يوم من الأيام إن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن عبد الرحمن بن عوف يدخل الجنة حبوا، قال وما شأني وإني أتصدق بالمئة دينار في الصباح فيردها الله لي ألفا في المساء. يا الله، أنا ذنبي إيه؟ أنا بتصدق بمئة الكريم. الله سبحانه وتعالى يعني يضاعف. وهذا يقين. هذا يقين. اللي يتعامل مع ربنا باليقين ربنا يكرمه. وذلك سيدنا الحسن البصري رحمه الله ورضي الله عنه وعن سائر التابعين الكرام، في يوم من الأيام دخل لينام قليلا يرتاح، والخادم بتاعه عارف مكان الفلوس بتاعته. يعني كان يحطها في جحر من البيت كده في مكان معين. فجاء سائل يسأل الطعام أو المال أو كذا أو كذا، فيدخل الخادم يجيب كل الطعام اللي موجود في البيت، لم يجد مالا فجاء بالطعام. أيوة. وتصدق به للسائل. صحي سيدنا الإمام الحسن البصري يسأل الخادم أين طعامنا أين غداؤنا، قال تصدقت به لله تبارك وتعالى. قال يا هذا إنك رجل كثير اليقين قليل العلم. أنت كثير اليقين قليل العلم، هل تركت لنا بعضا منه فنأكل؟ يعني كنت سبت شوية. وفجأة هذا الخادم بينه وبين الله صلة. الإنسان إذا فعل الأمر بيقين وصدق مع الله سبحانه وتعالى بيقين من المؤمنين، مش مجرد فعل أو كلام، لا بيقين خارج في قلبك. صحيح. من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه. الذي يطلع على حال القلب هو الله سبحانه وتعالى. فإذ بالباب يطرق، إذ بخادم أمير البلاد يرسل طاولة من الطعام فيها أشهى ما تشتهيه النفس. الله. إلى الله. سيدنا الإمام الحسن البصري. الله أكبر. فقال الخادم يا إمام إنك رجل كثير العلم قليل اليقين. يا الله. قال صدقت. يا الله. إذن هي القضية أن تتعامل مع الله باليقين. أنا حينما أرى هذه المشاهد والمساجد التي تحتاج إلى هذه الإعانات والإعمار، أقول أنفق وتصدق ولا تخشى الفقر. سيدنا النبي قال ما نقص مال من صدقة، وقال لسيدنا بلال أنفق بلال ولا تخشى من ذي العرش إقلالا. والله سبحانه وتعالى قال في الحديث القدسي عبدي أنفق أنفق عليك. وقال يد الله ملأ سحاء، إن الله سبحانه وتعالى يبسط يده بالخير لعباده. فهل من مشمر في الخير؟ هل من ساع؟ هل من مدخر ما له عند الله سبحانه وتعالى ليربيها الله تبارك وتعالى؟ إن الله يربي لأحدكم صدقته كما يربي أحدكم فلوه. هو صغير الفرس، يعني صحيح. صغير كده كيف تربيه وإزاي بترعاه فيكبر ويشيلك وكذا وكذا، صدقتك كذلك عند الله تبارك وتعالى. ربنا يكرمك. طبعا نحن نقول إن ستنا السيدة فاطمة رضي الله عنها وأرضاها بنت سيدنا الحبيب صلى الله عليه الصلاة والسلام، لما كانت يعني تأخذ صدقة لطبعها وضعها في يد الفقير كانت بتعطرها، قيل لماذا يا فاطمة؟ يا الله. قالت لأني سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها تقع في يد الله أولا قبل أن تقع في يد الله. الفقير. يا الله، شوف قد إيه اليقين وقد إيه حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وزوجاته كانوا بيخرجوا كل شيء في البيت لدرجة أن أيام وربما يكون توصل لشهور يعني لا يوقد نار في بيت سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. ليس فقرا منه، ولكن سبحان الله يعني عمل الخير وحب الخير للناس ومساعدة الناس. يا شيخنا والله شوف حضرتك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لو كان يرجو ذهبا أو تحول الأرض له ذهبا طبعاً لحولت طبعاً ذهبا وفضة طبعاً. تدخل امرأة من الأنصار على ستنا السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها وسيدنا النبي مش موجود، فوجدت حصير رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نام عليه، يعني حصير متهالك كده، فتخرج بسرعة لبيتها وتجيب حاجة زي لحاف من الصوف محشو بالليف، يعني حاجة طرية شوية لما سيدنا النبي نام عليه يرتاح. فيرجع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يلاقي الحصير دي موجودة أو هذا اللحاف موجود، فيقول من أين هذا؟ قالت امرأة من الأنصار دخلت عندنا يا رسول الله فوجدت ذلك فأشفقت علي فجاءت بها هدية. هدية، وسيدنا النبي كان يقبل الهدية عليه الصلاة والسلام، لكن سيدنا النبي عايز يربي فيها شيء ويغرس فيها وفي الأمة من بعدها شيء. يوم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول رديها يا عائشة. اليوم التالي سيدنا النبي يشوفها رديها يا عائشة،
الثالث يشوفها يقول لها رديها يا عائشة، والله لو كنت أرجو جبال مكة ذهبا لكانت لي. يا الله. لكن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي علمنا أجوع يوما فأصبر وأشبع يوما فأشكر، عليه الصلاة والسلام. يا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، مش مدينة ولا دولة، بناء أمة، بناء الأمة، بناء أمة، أمة كاملة بالفعل. طبعا الأم مدرسة إن أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. وذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول للأمة كلها، يقول لهم خذوا نصف دينكم أو شطر دينكم عن هذه الحميراء. حميراء يعني حميراء. إيه؟ الحميراء يعني شديدة حمرار الوجه، ودي صفة من صفات أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها، اللي كان سيدنا النبي حبها حب جم يعني. طبعا. ويقول كده صلى الله عليه وسلم من أحب الناس إليك يا رسول الله؟ قال عائشة، ومن الرجال قال أبوها. لماذا؟ لأنها كانت دائما وأبدا تتعلم من رسول الله وتنقل العلم عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه الصلاة والسلام. ربنا يكرمك. يبقى النهاردة احنا بإذن الله في دنيا ودين معنا مسجد التوحيد في قرية ست أبو الهول، مركز صان حجر، محافظة الشريعة، وأيضا معنا المسجد اللي شفناه الوقت، مسجد الفاروق عمر بن الخطاب في قرية زنانيري، مركز أولاد صقر بمحافظة الشريعة. اللي عايز يتواصل مباشرة في المساهمة في تشييد وبناء بيت من بيوت الله، مباشرة نتواصل مع مؤسسة عمر ابن عبد العزيز من خلال الأرقام اللي ظهر لحضراتكم دلوقتي على الشاشة. اللي عايز يوصل للمكان مباشرة، العنوان بنقوله ان مسجد التوحيد في قرية ستة أبو الهول، مركز صان الحجر، محافظة الشرقية، وأيضا مسجد الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قرية زنانيري، مركز أولاد صقر، أيضا في محافظة الشرقية. ربنا يا رب يجعله في ميزان حسناتكم. يمكن بعض الناس اللي بيخاف انه يعني لو معاه مال ينقص شوية. في بعض النماذج وخصوصا فكرة الشباب. يعني الشباب يعني حاسس ان الشباب في عمر معين ما بيفكرش في حاجات زي كده. لما يبلغ بقى من العمر عتية، لما يبدأ يكبر ويخلف ويبقى يبدأ يفهم الدنيا على حياته، يبدأ يفكر في حاجة زي كده. مع العلم ان كان في صحابة في عهد سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كانوا شكل ولبس وجاه الله وسلطان، وزي ما بيقولوا كده بالبلدي، يا أرض تهدي ما عليك يأدي. ولما مات، شوف أنا بقول جاه ومال، ولما مات يا مولانا، لما جم يكفنوه الكفن نفسه ما كانش مقضي، يغطوا به الرأس تنكشف القدم، والعكس صحيح، لأنهم علموا أن الحياة ليست هي دار الخلود والبقاء. دار الخلود والبقاء، على فكرة أنا عايز أقول لحضرتك الآيات اللي احنا قرأناها في بداية الحلقة، ربنا سبحانه وتعالى إذا قبض روح عبد وأمر سيد ملك الموت أن يقبضه، في هذه اللحظة يقول رب ارجعون. لماذا؟ قال لعلي أعمل صالحا فيما تركت. سبحان الله. أدرك أنه قصر. وبعدين الغريب أنه ما طلبش أي حاجة غير أنه لعلي أعمل صالحا فيما تركت، يقول رب ارجعون. لماذا؟ قال فأصدق وأكن من الصالحين. أول شيء قاله صدق، ما قالش حتى أصلي أصوم. أول صدق. شيء ذكره بعد الموت لو ربنا يحييه مرة أخرى أحسن الصدقة. هو بيطلب فقط أعدني يا رب حتى أتصدق. ليه؟ لأنه وجد نورها في القبر. الله. أولا صاحب الصدقات في أبواب الخير وفي سبيل الله لا يموت ميتة السوء أبدا. صاحب الصدقة يفرج همه، صاحب الصدقة ينير الله له قبره، وتدفع عنه الصدقة في قبره بإذن الله تبارك وتعالى. بإذن الله. وكما الله. قال صلى الله عليه وسلم إن الصدقة تطفئ غضب الرب. ربنا يكرمك يا مولانا، سعيد جدا بوجودك معنا النهاردة في دنيا ودين، شيخنا الفاضل والجليل الشيخ عيد إسماعيل من علماء الأزهر الشريف. شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا لحضرتك، جزاكم الله خير. الله يكرمك. شكرا جزيلا أيضا لحضراتكم، ودائما يا رب مع بعض في الخير في دنيا ودين. أشكركم ودمتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام.